السلام عليكم. هضرنا في الفيديو اللي فات على تاريخ اتحاد العاصمة والمدرجات من بداية الفريق حتى عام 2011، واليوم ان شاء الله راح نكملوا عصرة من 2011 اليوم اللي رانا فيه. نبداو في سنة 2011، ظهر جروب جديد في الموفمون الجزائري، جروب ولاد البهجة، مساند الفريق اتحاد العاصمة. كيف تأسس الجروب هذا؟ الفكرة كانت في 2009، الوقت اللي كان يتجوز الفريق في أزمة في الصطاد وفي المدرجات، وكان كاين جروب كوب يونايتد والتراس ديابلوس والتراس ايروسي الجيري. سيا ويرجعوا روح الفريق بصح بلا فايدة، الانقسامات كانوا بزاف كبار. أمور ما شافوا بلي الخدمة اللي راهم يديروها وحدهم بلا فايدة، ديسيداو يجتمعوا مع بعضهم وجاو ناس كبار بيحلوا المشكل، والنتيجة كانت توحيد المدرج العاصمي بجروب واحد ولاد البهجة. تسمية اختاروها بالعودة للأصل والتقاليد، ولاد البهجة تعني أبناء العاصمة، وزيد الراية الكبيرة اللي كانت حاضرة في مواسم التسعينات بنفس الاسم. البداية كانت قاصحة من الأول في الديربي العاصمي، اتحاد العاصمة والمولودية، ولاد البهجة يرفضوا أول تيفو كوريغرافي في الجزائر مكتوب في عبارة يونايتد الاتحاد مع كراكاج ومع زوج لي ميساج كلاش الفيراج سود. وفي نفس العام في الديربي كونتر السيربي يرفضوا تيفو فوال كلاش مباشر مكتوب في تيفو مرحبا بكم في العاصمة مع رسم الكار الحمراء جاية من جيجل ودخلها كاين أنصار شباب بالوزداد. وثلاث سنين اللي موراها ولاد البهجة كملوا في خدمتهم، وكل ديربي كان يتلعب كانوا يطلعوا تيفو كوريغرافي كيما تيفو القصبة، تيفو ياسما، تيفو لغوا دالجي اللي كان أول تيفو كوريغرافي دوب الفاس في الموفمو، وتيفو نسر وكلمة ألجيروا اللي كان تاني تيفو دوب الفاس. ونهار هذاك اللي رفضوه ماتوا خاوت ناسيفو صوفيان الله يرحمه. وفي عام 2015 زادت شعبية ولاد البهجة وزادوا طلعوا نيفو بزاف، ولا في كل ماتش تاع دوري الابطال يديروا تيفو وكراكاش في ملعب بولوغين ولا في ملعب 5 جويليا. خليكم تشوفوا شويه. والدربي كونتر مولودية كان يجوز فور بزاف، هذاك الدربي اصلا هذاك الوقت كان افضل سابع دربي في العالم، وولاد البهجه كانوا يديروا تيفوات الالغاز مع كلاش، لازم تريح وتخمم به مخك يستوعب وتفهم شنو المضمون. ومن افضل تيفوات تيفو اتحاد الشهداء 1956 مع عبارد، هذا التشحيد رايد الخصومه جاي بارس حربي في ساعته طوال علام، وتيفو القرصان رايس حميدو ربي يرحمه مع لافته الجزائر المحميه بالله وعباره من ليلك ترقم اذا فهمت قرصاني دون فالطه سالو سقسي فوطن البهجه الدهات. ولاد البهجه مع انصار اتحاد العاصمه كانوا كل مره كيف يديفيلو بالشامبيونه، مره كراكاج غطى كامل بملعب بولوغين. مره ديفيلو في البحر، ومره كراكاج باب الواد في سوستاره. نروحوا للجروب الغنائي تاع ولاد البهجه اللي يعتبر افضل واقوى جروب غنائي في افريقيا كامل، واللي هو مصدر قوتهم. الغناء تاعهم نقي ونيفو ومعروف، ومن بين افضل الاغاني اغنيه جامي خونو، اغنيه وصايا في سطور، لا سيلتا دي كوري، وليد الفيراج، نار الحمراء، الفيراج بوعي كبير. نخليكم تسمعوا شويه اغنيه وليد الفيراج. شفت بعيني وعايش كل حكايه نايد بيها ونعرف افريل 2018 ولاد البهجه طلقوا اغنيه جديده بعنوان لا كازا دي المراديه، الاغنيه اللي دارت بوم وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ولحقت كامل الاوطان العربيه. الاغنيه كانت كلاش قوي للحكومه الجزائريه والنظام، وكانت الشعار الرئيسي في لسان الشعب الجزائري في يامات الحراك. ولاد البهجه كانوا من نواه الحراك وصوت الشعب، والغناء اللي طلقوه كان الشعب كامل يغنيه كيما اغنيه بابور اللوح
يونامر، قيلونا، التيما فيربا، وغنية لا ليبرتي اللي كانت فيتورينج مع الرابر سولكينج. في يوم 14 ديسمبر 2022 صارت أكبر خسارة المدرج العاصمي والموفمون الجزائري، انسحاب ولاد البهجة. مور ما داروا بيان انسحاب رسمي في صفحتهم على الفيسبوك، وسبب الانسحاب راجع المضايقات اللي يتعرضوا لها أعضاء المجموعة وجريهم للمحاكم. وكانت آخر عبارة لولاد البهجة هي ستبقى اتحاد العاصمة وستبقى البهجة وسيبقى التاريخ. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش ابوني وجيم بارطاجي مع صحابك، وكل واحد يقولنا الفكرة اللي راح حابها تكون في الفيديو الجاي. واللي حاب يتواصل معايا خلي لكم الانستا في اول تعليق، وتهلاو في روحكم وصحة عيدكم.